يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في الفرق بين صفات الله سبحانه الذاتية والفعلية، وهل هناك صفات ذاتية فعلية في وقت واحد؟ نعم، الصفات الفعلية الله متصف بها قبل أن تحدث، متصف بها. مثلا فلان كتب الرسالة، كتب، أليس هل معنى هذا أنه ما صار كاتب إلا لما كتب، ولا أنه يوصف بأنه كاتب؟ يوصف بأنه كاتب قبل أن يكتب ولا لا؟ هذا في المخلوق، تقول فلان كاتب، ما تقول أنه ما صار كاتب إلا لما كتب الرسالة، هو كاتب من قديم وهو متعلم من الكتابة، فصفة الكتابة ملازمة له. أما كونه يكتب الكتابات والكتب وهذه أفعال متجددة، هذا إذا كان هذا في المخلوق، فالخالق جل وعلا من باب أولى. نعم، يقول فضيلة الشيخ المخلوق كاتب من قبل أن يكتب. نعم،